أنهت بورصة الكويت سلسلة خسائرها التي امتدت على مدى جلساتها الست الأخيرة، واستطاعت المؤشرات الرئيسية في السوق تحقيق بعض المكاسب وإن كانت طفيفة رغم تراجع قيمة التداولات. الجدير بالذكر أن السوق يترقب إعلان بعض النتائج عن أداء الشركات خلال الفترة الماضية، خاصة شركات الأسهم التقليدية، حيث يترقب المتداولون توزيعات الأرباح.